كان سبينوزا عبقريا بكل المقاييس، عاش مدة قصيرة لم تتجاوز 45 عاما، ولد سنة 1632 وتوفي سنة 1677. كان يعيش بتواضع العباقرة وفي ضيق الحال وسط مشاكل عائلية متعبة مع أخته التي أرادت الاستيلاء على إرث العائلة وسلب سبينوزا حقه. العبقري سبينوزا كان يعيش مستأجرا غرفة في بيت أرملة عجوز وحيدة، وقد تناهى إلى سمعها أن سبينوزا كافر وملحد ومنبوذ من طائفته، لا يؤمن بالله ولا بالمسيح ولا بالكنيس ولا بالكنيسة ولا بأي شيء، بل وتم لعنه ولعن كل من يأويه ويتحدث إليه. كانت هذه المرأة العجوز الطيبة مسيحية مؤمنة، فسألته ذات يوم قائلة: يا بني، أنا أصلي يوميا وأذهب إلى الكنيسة لتأدية القداس كل أحد، فهل ترى أنت ذلك صحيحا؟ فكانت إجابة سبينوزا العقلاني الذي أرجع الدين والكتب المقدسة إلى التاريخ، بل وألغى الصفات والأسماء الحسنى عن الجوهر الحر والتي تتحدث عنها الكتب المقدسة، فسألها قبل الإجابة: هل أنت مرتاحة لما تقومين به؟ فقالت: نعم، أشعر براحة الضمير حين أذهب إلى الكنيسة لتأدية القداس. فقال لها: إذن ما تقومين به صحيح جدا ما دام ضميرك مرتاح لذلك. المعلم سبينوزا يعطينا درسا في التسامح وقبول الآخر وحرية الفكر والعقيدة، هي مجرد خاطرة عن التسامح وقبول الآخر وعدم التعصب للمعتقد الشخصي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.